تمتلك الهند تقاليد غنية ومتنوعة من الفنون الاستعراضية، الرقص الشعبي والمسرح والموسيقى وقص الحكايات وأشكال الرقص التقليدي مثل رقص أوديسي وبهاراناتيام وكوتشيبوري وغيرها. على مدار السنوات نال الراقصون والاستعراضيون الذي كانوا متجنبين من المجتمع الاحترام والتقبل والاعتراف لمساهمتهم القيمة في النمو الثقافي في المجتمع. يعتبر الآن الاستعراضيون سفراء ثقافيون، وقد اعتلوا مكان عظمتهم في عالم الفن. بينما كان معظم الفنانين مستمرين باكتشاف فحيهم الفني من العوامل التقليدية والتي تعود آلاف السنين الماضية في ناتيا شاسترا، كان هناك القليل ممن رغب بالمعاصرة. الدكتورة مالكا ساريبهاي الإيحائية المشهورة في أشكال رقص بهاراناتيام وكوتشيبودي هي واحدة من هؤلاء القليلين الذين وبعد احترافهم في المجال التقليدي قررت توظيف ذكائها وخبراتها لتتعدى كون الاستعراض سبيلا استعراضيا فقط. Everything is here. Then it lets out a heart-rending scream. ابنة للشهيرة ماري نالاني ساريبهاي الإيحائية السباقة في الهند في بهارة ناتيام والدكتور فيكرام ساريبهاي عالم الذر الأول في الهند، ترعرعت مالكة في بيئة غنية بالفن والوعي الاجتماعي. لقد جعلنا والدينا نشعر بأننا أعضاء في جسد واحد، فما يحدث للجسد يحدث لأربعتنا معا سواء كان إيجابيا أم سلبيا، ولم يكن هناك أبدا شعور بالتنافس، كان هنالك دائما شعور بالتقاسم، شعور لا تقول انظر لقد فعلت ذلك لأني أحبك جدا أو انظر لقد توصلت لذلك لأنني أحبك جدا، فلا أتذكر إطلاقا بشعوري واهربا علي أن أفعل أفضل منهم أو واهربا ماذا سيقول الناس إنني ابنة مارلينا مليني، أي إخفاق هذا أو أي شيء مثل ذلك. وما حصل في معظم الأحيان هو تغير توقعات الناس، وذلك لأن علاقتنا بوالدينا كانت مفتوحة على الدوام، كانوا حريصين على أن لا يكون هناك أي معوقات. كان شعوري بنوع من لا الضغط بل عدم السرور عندما كبرت ودخلت الكلية، وكانت المرة الأولى التي شعرت فيها بأنني في حالة تنافسية، وأنت تعرف الكلية تنافسات بين الكليات، فحوصات القبول وما إلى ذلك، وإذا لم يستطع الفرد فعل ذلك جيدا سيقول الناس ذلك حدث لأن والديهم لم يشددوا عليهم، وإذا قام به الفرد جيدا قال الناس ذلك حدث لأن ابنة ماريانا ليني أو ابنة فيكران، وقد أخذت وقتا لتعود على ذلك. تلقيت تعليمي في مدرسة تدعى شيرياز والتي أنشأتها الإبن الأكبر لجدي السيدة لينا مازومدار، كانت المدرسة الأولى للإرشاد الفكري، وقد قدمت المدام مونتيسوري بالفعل لإنشائها، وكانت مدرسة ماجدة غير تنافسية ومعاون وتعاونية للغاية لأبعد مما تتصور. كنا 6 أو 8 طلبة في الصف، لم نعرف أن العالم يتعامل مع الجنسين أو الديانات أو التقسيمات الاجتماعية بشكل متباين. لقد قضينا وقتا في مجتمع مثالي حيث كان كل شيء يعمله كل شخص صحيحا،
طالما أنك صادق فيما يتعلق به. أخبرونا بعدم وجود عمل أعلى أو أدنى. لقد عملنا في كل شيء، من تنظيف الأرض إلى تنظيف الحمامات. لقد أتينا من عائلة بسيطة شعرت بأن الثروة التي تمتلكها كانت نوعا من الثقة التي أعطيت من خلالنا لأجل مجتمع أفضل. أعتقد بأنني بدأت تعلم الرقص لأن كل أصدقائي فعلوا ذلك. كنت أشعر بالعزلة ولكني كنت متعلمة عابرة. أفضل تعلم المسرح على أن أتجمل على منصة الرقص، ولكن وبرغم ذلك استمريت بشكل محترف مع أنني لم أرغب بذلك. وبعد ذلك بكثير، بعد أن درست ماجستير إدارة الأعمال والدكتوراه وكنت في مغابة علاقة غرامية ليست سعيدة جدا، في أحد الأيام صحوت وقلت لنفسي: ما الذي أفعله هنا؟ أريد أن أرقص. بالنسبة لوالدتي كانت نوعا من الحياة الثانية، بما أن والدي قد توفي منذ سنوات قليلة وكان ذلك الشرير الأكبر لمؤهلات عقلها ورقصها، وبذلك فقدت الرغبة في الرقص بعد موته. أعتقد بأنه كان موقفا صعبا للغاية لنا جميعا لأنه لم يكن متوقعا، ولكنني أعتقد أنهم أدركوه جيدا في ذلك الوقت وساعدوني بشكل عظيم. كلا الطفلين ساعدوني بشكل عظيم في الوقت الصعب. بعد عامان عندما عدت إلى الرقص مرة أخرى، في الحقيقة كانت المرة الأولى التي أرقص فيها مع أمي قطعة تصور وجه الميرا الداخلي والخارجي، تلك التي تصور مشاعرنا الداخلية والأخرى التي تثير العالم. إنها الميرة الداخلية والميرة الخارجية التي نعتقد في بعض الأحيان أننا نقوم بها في الخارج. نملك وجهان لموضع معين، وأنت تعلم نظرة محددة للعالم، وأخرى هي ما نشر حقيقة في داخلنا. عندما قمنا باستعراضنا أنا وأمي في أيلول 76، كانت المرة الأولى التي ترقص فيها الأم وابنتها معا أو يستعرضان معا، وكان ذلك حقيقة بدايتي إلى عشق الرقص، وما زلت هنا. كانت نظرتي للإبداع وبشكل ما نظرة هندية بحتة، والتي هي أن الإبداع يتولد من الارتياح والمباركة وليس من القلق والوهن، وهذه هي تقنية ستانلي سلاريسكي، إنها هكذا. استمرت مليكة بعرض الرقص التقليدي حتى عام 84، ومن ثم عرض عليها بيتر بروكس أن تقوم بدور دروبا دي في عرضه الماهاب هارتا. لقد كانت هذه التجربة التي أعطتها رؤية مختلفة لاستعراض الفنون.
أعتقد أنها كانت مسألة إرادة، وكانت كذلك بأن بيتر اختارني لأنني كنت هندية وكنت متأصلة وكنت مثقفة، ولهذا عرفت المهارات. في البداية كنت هذه المبتدئة الجديدة، وبدأت ألاحظ تجاوب الجمهور معي على أنني كنت جزءا محوريا، وقد غير ذلك أشياء عديدة، ولكنها غيرت أيضا نظرتي لذاتي. وحتى ذلك الحين رأيت نفسي دائما كطينة مثالية لنموذج الأنثى الوسط المثالي للعبقرية البشرية. اعتقدت دائما أنني شخص غير قادر على الوقوف على قدمي، غير قادر على إثبات معتقداتي، غير قادر على مواجهة العالم بأسره. إذا آمنت بشيء ما، حدث كل ذلك في داخلي. خرجت من لامهابهارتا لبيتر بروكس وقلت أنني لا أستطيع العودة كراقصة لبهاراتنا تيم وممثلة، لدي الكثير لأقوله. شخصية دراو بعدي بيّنت لي أنه ربما الفن هو الوسيلة التواصل الأعظم، وأعتقد أنني أشعر بالحاجة وبشكل ما لتدخل وفتح النوافذ. اللامبالاة بين تصرفات الناس مع الآخرين، الكراهية، الخوف، التذمت، والأهم بالنسبة لي عدم الطمأنينة التي تدفعنا لنكون متوحشين وبالتالي عنيفين مع الناس الآخرين، والخوف الذي يعيشه معظم الناس، الخوف من التغيير والمجهول. باستخدام رقصاتها كمجال للتواصل، اختارت ماليكا المشاكل الاجتماعية كمواضيع، وصممت رقصاتها جعلت الناس تجلس وتفكر، ومقطوعاتها عبارة عن نقد لاذع لسيادة الشر في المجتمع، منها ما هو حول العنف والتمييز ضد المرأة أو الدمار اللاواعي للبيئة أو حتى انتشار الأيدز. The people who wrote the myths or told them to us were men. The pundits who interpreted them were men. The kings who saw to it that they reached different paths were men. Today, the judges who decide whether our behavior is honorable or whether showing an elbow means you can be raped are men. والشيء الآخر الذي يدفعني للإبداع هو العكس، وهو الإثارة الشفافة في الموسيقى والإيقاع. قليلا ما أبدع لكوني أشاهد فكرة مرئية، أشاهد أفكارا مرئية عندما أسمع شيئا ما، وكل المقطوعات المرحة ترتبط برؤيتي للمرح على مبدأ أنه هناك سبب لكل شيء. تولدت جميع المقطوعات المرحة التي وضعتها من الاستماع لإيقاع أو مقطوعة موسيقية أو لحن وقولي. أريد أن أعمل شيئا، أستطيع رؤية ذاتي متحركة، أستطيع أن أرى صورا. بعد 5 سنوات من تجوالها العالم مع بيتر بروكس، عادت ماليكا واثقة أن عليها أن ترد للمجتمع ما كان لها شرف وارثته. وباستخدام مدرسة داربانا، وهي مدرسة للرقص أسستها والدتها عام 49، طورت ماليكا أساليب تجريبية جديدة للتواصل باستخدام الفنون الاستعراضية. من خلال داربنا وللتطوير، خلقت مالكة مشاريع عديدة تبحث في المشاكل الاجتماعية، وقاية المياه، ما يتعلق بالكحول، تعرية البيئة، والوحشية ضد المرأة، وهذا بعض هذه المشاكل. طريقتها في إدخال القبائل وسكان المناطق الفقيرة ومحليين آخرين في استعراضاتها تضمن اعتماد هذه الحركة على ذاتها، استمراريتها حتى بدون تدخلها المباشر. أدركت ماليكا الحاجة للتخاطب باللغات المحلية للحصول على التأثير الأكبر.
كان استخدام تقاليدهم الشخصية لجعلهم يدركون عاداتهم الاجتماعية واحد من أساليبها المبدعة لتهذيب الناس. وهكذا فقد دربتهم ليكونوا استعراضيون مهذبون. لقد تم تنشيط مسرح الدمى القديم بواسطة مالكة، واليوم تستخدمه كأداة مؤثرة أخرى في التخاطب. أظن أنها عملت الكثير في سبيل التغيير الاجتماعي، حتى الدراما الراقصة، وكما أخبرتك واختفاء المهر وما إلى ذلك. قد عملت الهند جميعها، وقد خلقت نوعا من التساؤل الجاد في ذهن الكثير من الناس في كيرالا ومدراس، وحقيقة حتى أن في الافتتاحيات التحريرية كتبت حول ذلك. وربما ولأول مرة يقال أن الرقص مذهل، يمكن للوعي الاجتماعي أن يهضر من خلال الرقص. أعتقد أنها استخدمت الرقص حيثما هو ضروري، واستخدمت الدراما حيثما هي ضرورية، ولا أظن أن عقلها ذو اتجاه واحد فيما يخص الرقص. أشعر بفكرة والدها في التطوير، ولذا أعتقد، وكما أقول، أعتقد أنها مشبعة. قد لا يكون شكلا راقصا، ولكني أعتقد أنها تسخر كل شيء لخدمتها، فهي تستخدم الدراما بشكل مذهل وفي بعض الأحيان أكثر من الرقص، ولذا أعتقد أنها ستستخدم الفن بشكل مطلق لأنه يمثل خلفيتها الراسخة. If you say anything about it, that's the end of your job, huh? I'm a prominent officer. I'll say you do it with everybody, huh? في بعض النواحي، وكما تعلم، هناك تداؤب. إذا كنت تملك رؤية واضحة لما تريد عمله، عندئذ تجلب الخبراء أو الناس الذين يعرفون كيفية عمل هذه الأشياء، وبالتالي تصبح حافزا في خلق ما تريد فعله، وهذا ما أعتقد أن ماليكا تعمله بالفعل. مهمة ماليكا الراسخة في تقنيات الدمج والإبداع ساقها لخلق شاكتي قوة النساء. لقد وضعت شاكتي رؤية جديدة لمثال المرأة الأسطورة والتاريخية والمعاصرة. نساء مالكة أقوياء ومستقلي الشخصية، وليسوا عبيدا خانعين. تريد من النساء الذين يشاهدون استعراضاتها أن يجلسوا ويفكروا ويفعلوا. غير راضية عن كون الفنون الاستعراضية وحيدة وسائل للتواصل، بدأت مالكة وزوجها السابق فيبن دار مابن للنشر، والمخصصة لنشر كتب الفن. لقد أدركت أننا نمتلك ثروة غنية من الفنون والحرف، ولا نملك حقيقة الوثائق في هذا المجال. وكانت مالكة تعمل شيئا متعلقا بالتصميم الهندي، ولذا تطلعنا لناتج طبيعي من هذا الإجراء، وهو فعل شيء متعلق بالفنون على امتداد حقبة من الزمن، ونمت وشملت وأخذت الحرف والتصميم والعمارة ومواد المتاحف في الهند وما وراء البحار، ووثائق قائمات المعارض للمتاحف العالمية العظيمة. أنا
أنا شخص مباشر، ليس عندي ماض ولا مستقبل، وبالتالي إذا سألتني ما هي القمم التي تريدين تسلقها في 3 سنوات، فبالنسبة لي الحاضر يثيرني، ما أفعله اليوم يهجني ويمدني بالطاقة لإتمام ما أفعله اليوم. مالكة راقصة الباليه، مالكة الناشرة، مالكة الممثلة، مالكة الثابتة، مالكة شخص المسرح، مالكة المصلحة الاجتماعية. هل هذا كله يجعل الصورة مشوشة؟ من هي مالكة؟ لا 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 تحاول تقييدي. إذا كان علي أن أكون شيئاً فإن مالكة هي محاورة الأفكار، محاورة في العشق، ومحاورة تستخدم كل لغة في كتابها وتتعلم أكثر ما يحتويه كتابها. على امتداد السنين نمت مالكة سارابهاي من الطفلة المتمردة إلى الامرأة التي وسعت نطاق رؤيتها لتشمل مشاكل اجتماعية كبيرة تؤثر على الناس في العالم. ومن كلماتها الذاتية: الفن يعكس الحياة ويجب أن يقود الطريق إلى المشاكل التي لا يعرف الناس الآخرين كيف يتعاملون معها. Oh,